السلام عليكم، معكم محمد. في شخصية اسمها عرضة لانجي، العرض او العرض علنجي، سميها زي ما تسميها، ولكن الشخصية دي لو حضرتك عندك جزء منها فحضرتك مطالب انك تتخلص منها في اقرب وقت ممكن، لان حضرتك في خطر اخرتك، في خطر بمعنى ادق. مش مهم اسمه او سنه الشخص العرضة لانجي، ولكن الكلام اللي هيطلع منه هو اللي هسمعه لك دلوقتي. هيقول لك انا اتعرض عليا اخد الجنسيه الروسيه وانا رفضت، اصلي مش عايز اتعرض عليا اتجوز واحده روسيه وانا اللي رفضت، واكتر من مره على فكره. هيقول لك انا اتعرض عليا ان انا اشتغل رئيس مجلس اداره بس انا اللي رفضت، اصلها كانت شركه خمور. اتعرض عليا ان انا اشارك في الاولمبياد بس انا اللي رفضت. اتعرض عليا اكون بطل فولي بول مثلا زي الشباب اللي بتلعب دي بس كالعاده رفضت. اتعرض عليا العب البوص زي الناس دي كده. اتعرض عليا الزنا اكتر من مره وانا اللي رفضت. انا راجل شريف. هيفضل كل حاجه يقولها لك انا اتعرض عليا وانا اللي رفضت، اصلهم كذا، تبرير 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 طول الوقت، اللي هو الحاجه اللي استعصت عليا لا هي ما استعصتش، انا اللي عصي عليها، انا اللي ما وافقتش، هي اتحايلت عليا على فكره بس انا ما وافقتش. تبرير. في قاعده كانت تقول لك ايه، مكافحه الغلاء بالاستغناء، اللي هو انا اللي مستغني عنك، انت غليت عليا وانا مش قادر على تمنك وهي حاجه ضروريه فيما يبدو، ولكن انا بقى اللي مش عايزك. زي مثلا ما واحد بيبقى عارف واحده روسيه جميله كويسه محترمه وعارفين بعض بقى لهم اشهر، ويجي يكلمها في الجواز تقول له لا لا اصرف نظر على الموضوع ده، كلمنيش في جواز تاني، انا مش عايز اتجوزك من الاخر. ليه بس ومش عارف نتكلم بالليل بس. طيب ماشي نتكلم بالليل. يجي بالليل اللي عامله له بلوك بقى لها 6 ساعات، في احتفال هيتعمل هنا النهارده بالليل، وهنا ده البطوط مين سنتر، سنتر مخصوص للبطوط. البطوط ده اللي هو تنده كده الواحد ينط عليها سوسته، حاجه حلوه جدا يعني ممتعه. ودوا ولادكم للبطوط ده، مفيد للجسم مفيد لعضلات الرجلين كمان. او هات بطوط عندك في البيت بقى واستمتع، مكان جميل على فكره وبيلمع كده. ده عند محطه مترو تسيسكا لو حابين. نرجع تاني للشاب العرضه لانجي. العرضه لانجي هتلاقيه مثلا بتعلي معاه احيانا وتوصل لدرجه انه يقول لك حاجات في الدين. يقول لك انا اتعرض عليا ابقى امام جامع بس انا اللي رفضت. انا كان ممكن اخش الازهر وابقى اخش على سنه 5 على طول بس انا اللي رفضت، ويبقى معايا شهاده ازهريه وبتاع عشان علمي طبعا وثقافتي وبتاع، كل معاهدي الازهريه اتحايلت عليا عشان اشترك. ما علينا، يعني في حاجات كتير كده. وبتوصل لدرجه بقى ايه، ان هو تحس ان هو مش تحس، ده هو الترتيب الزمني كل ما بيكبر كل ما العروض بتزيد عليه وهو الرفض برضه بيتزايد. فبناء على ذلك انت تتوقع ان شخص بالعقليه دي وبالذهنيه دي بيكبر حتى في الدين، في الاخلاق، في النصائح، في الموعظه، في حاجات اساسيه في الدين. احيانا يقول لك لا لا ما انا ممكن اعمل بس انا اللي انت اللي ايه، لا ما انا بعمل بس انتوا اللي مش واخدين بالكم، اي حاجه اي كلام. لدرجه ان بقول لك التسلسل الزمني يوديك ان انت تتوقع وتتيقن ان هيجي يوم القيامه لا قدر الله لو دخل النار هيقول لك انا داخل النار بمزاج، انا الجنه هي اللي ما اتحايلت عليا بس انا رفضت، انا داخل الجنه بمزاج اتفرج بس على الشباب بس بيعملوا ايه في النار وانا هروح الجنه تاني مع عادي. طبعا جزاء هذا العمل بيبقى دنيا واخره بنشوفهم، يعني انا مش عارف ربنا بيتعامل ازاي مع الناس دي الحقيقه، ولكن او الملائكه بينفذوا فيهم ايه في الدنيا، ولكن اللي انا بشوفه في الدنيا ان الصنف ده غالبا بيكون فاشل دنيويا، عنده انفصال عن المجتمع وده اللي بيسبب الفشل، يعني مش حاجه تانية، ان هو منفصل عن الحقائق اللي هو الحاجه. مثلا انت اترفضت علشان مثلا ما جبتش درجات كويسه، عشان ما ذاكرتش، او علشان اللغه بتاعتك ضعيفه فروح قويها وبتاع، واحد زائد واحد يساوي اتنين، حاجات مباشره جدا وبسيطه ومجرده. هو لا 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 بيجيبها من صلاح سالم بقى، من الطريق الدائري، من الطريق الامسكام من بره، يقول لك لا ده انا اللي ما كنتش عايز، انا رايح كده بس كمالت عدد، انا كنت رايح اتسلى، رايح اتفسح، انا ما كنتش رايح الامتحان كده عشان انجح ولا حاجه. الحقيقه انا مش عارف الكائن البلبوص ده ولد ولا بنت، الطفل ده مش عارف هو عامل كده ليه او كفايه بقى. لكن تفهموا اكتر لما تشوفوا البلبصه هنا، هي بلبطه وبلبصه، يعني بيبقى بلبيص. لو في ناس بقى ايه لابسه مايو بقى، يعني عارف اللي هو خلاص جايين نعوم،
شعوري بقى استغفر الله العظيم. الحمد لله انه مقصر مش حد كبير، الكبار ما بينزلوش في الفتقية أو. بس هي بصراحة ممتعة، هم بيجوا مخصوص عشان الموضوع ده، فراعوا بقى ثقافة الشعوب. فالعروض اما بتزيد والرفض اما بيزيد بيبقى انفصال عن الواقع، وفي ناس من الصنف ده ممكن يبقى يحاول الانتحار اكتر من مره. في ناس طبعا ايه بيتعرضوا لحد قريب منهم بيهتم بيه جدا ويضموا الى زمره اهل السنه والجماعه ويبعدوا بقى عن الافكار اللي هي ضلته، لان فعلا الناس اللي هي بتبقى منفصله عن الحقيقه دي ويقول لك انا اتعرض عليا واترفضت وبيكرر الموضوع ده في كل المواقف، خلاص بقى هيستيريا، كل الناس حواليه بتضحك بقى يعني سخريه من اللي بيحصل او من اللي بيقوله. فبقول لك اما يقرب منه حد ويقول له لا لا بص يعني الدنيا كذا بيعيد ترتيب اوراقه، وممكن توبته تصلح وربنا بيهديه والدنيا بتمشي كويس ويبقى من الناس الناجحه. على فكره غالبا اللي بيبقى عامل كده بيبقى اصلا مخه بيفكر كتير قوي وعنده طموحات كبيره قوي، فما بيقبلش الاحباط بسهوله، فيقول لك لا لا ده انا اللي مش عايز، وبيقلبها كبرياء للاسف. والكبرياء يعني ابليس، يعني ابليس في القصه، اي حاجه فيها غرور وكبرياء يقول واحد تلاقيه يقول لك يعمل كده الحق ابليس دخل في جيبك الوراني، فالحق طلعه من جيبك بدل ما يخش في قلبك. كلامي خلص، يا رب تكون الفكره واضحه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نراكم على خير وفي خير، عز الله، السلام عليكم.